في الشهور الأخيرة باسم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أشهر من نار على العلم في العالم كله، وفاكرين لما تكلمنا عليها أكتر من مرة وقلنا دي هتكون سنغافورة مصر، ومحدش طبعا كان مستوعب اللي بيحصل في المنطقة دي من العالم واللي هتكون أهم مناطق الصناعات والتجارة في الدنيا كلها. وده مش كلامنا طبعا، ده كلام المستثمرين وكلام رجال الأعمال وكلام الحكومة وكلام الأرقام اللي بالمليارات الدولارات اللي شغالة هناك، لدرجة أنه بقى في تنافس كبير بين الدول على الاستثمار في اقتصاديات قناة السويس. ليه في صراع دولي على الاستثمار في الحتة دي بالذات؟ وإيه اللي بيحصل امبارح خلي العالم كله يتكلم على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟ هنعرف كل التفاصيل، ولكن بعد الفاصل تابعوا معانا الفيديو للآخر. بانكير، نبض البنوك. امبارح كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيفتتح معرض روسي مهم جدا في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية الشهيرة، وخلال تفقده للمعرض وقف للحديث مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والكلام جاب بعضه المهم. بوتين في حديثه الجانبي مع محمد بن زايد، واللي كان بالمناسبة مسموع ومذاع على الهواء مباشرة للعالم كله، جاب سيرة مصر وبعدها مقطع الفيديو قلب السوشيال ميديا ونقلته كل وسائل الإعلام العالمية وخاصة الأمريكية، ونقلته نصا، وده غير شبكات الأخبار الأوروبية واللي اهتمت بالحديث عن منطقة قناة السويس أكتر من المعرض. المقطع المتداول كان بوتين بيقول لبن زايد ان روسيا بتعمل مشروع مهم جدا في مصر، وهي منطقة صناعية روسية. وصف المشروع الروسي في مصر انه واعد جدا، ورد عليه بن زايد ان الامارات ممكن تشارك في المشروع المصري الروسي لان ليها استثمارات كتير في مصر. وهنا الرئيس بوتين رد وقال له هنتكلم مع فخامة الرئيس السيسي. بعدين بوتين قال له ان المشروع الروسي في مصر ممكن يتعمل حاجة زيه في الامارات، ورد الشيخ محمد بن زايد واقترح التعاون الثلاثي في المشروع بين مصر وروسيا والامارات. المشروع واعد فيما يخص بمصر إقامة منطقة صناعية هناك. طبعا كلام بن زايد مش غريب عليه، لانه من اكثر رؤساء في العالم حبا لمصر ومساندتها والعلاقات بين البلدين في عز مجدها. وزي ما قلت بن زايد الامارات ليها استثمارات كتير في مصر، ودي حقيقة محدش يقدر ينكرها، والاستثمارات الإماراتية بقت في كل القطاعات وجت في وقت وظروف اقتصادية دولية صعبة، وساعدت في عبور مصر من عنق الأزمة. وطول عمر الإمارات ومصر في ظهر بعض من أيام الشيخ زايد الله يرحمه. نرجع لموضوع حوالين أهمية منطقة قناة السويس، وليه في تنافس صيني هندي روسي أوروبي على الاستثمار فيها، وده سبق واتكلمنا فيه بالتفاصيل. واللي حصل بين بوتين وبين زايد امبارح بيأكد ان المنطقة دي هتكون في حتة تانية بعد سنين قليلة، ده طبعا بسبب أهمية موقعها الفريد بجوار قناة السويس وموانئ بورسعيد ومناطق الصناعة، وقربها طبعا من أوروبا وإنها تتحول لمركز تجاري وترانزيت عالمي مع انتهاء باقي المشروعات فيها. والصين والهند وقعوا اتفاقيات بالمليارات في مجال الطاقة النظيفة وصناعة السيارات بالمنطقة، وروسيا شغالة من فترة على المدينة الصناعية بتاعتها، ودي هتكون مدينة كاملة مش مجرد شوية مصانع، وده غير مشروعات باقي الدول، واللي بتقول ان موقع المنطقة الاقتصادي عبقري هيكون بوابة مصر للاستثمار والانطلاق. مفيش شك كلام بوتين وبن زايد امبارح على قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية هيفتح جهات استثمار جديدة للمنطقة، يعني دعاية بمليارات الدولارات مجانا لمصر استفادت بيها في الدقيقتين اللي بوتين وقف فيها مع بن زايد. واكيد كل مستثمرين العالم هيعيدوا حساباتهم للمنطقة المصرية مرة تانية. كنت معاكم أنا عبد المنعم إبراهيم، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.